bon, au profit du sport, vous pouvez poser vos questions avant de procéder à la séance photo avec le maillot talisman. الحاجة اللي حفزتني بزاف الزملاء تاعي من برسك قاع نعرفهم ولعبوا معايا وهذا هو مباشر القابل يسمع خير عم مباشر كما كما قلت سيبري كان عناصر اللي موافين لعبوا معك في الفريق الوطني الأولمبي الخماسة والجماعة ولكن يبقى بالنسبة لي انا كنت سنه من قبليه من جان لازم راح سينيا في جي اس كا و ناتوندي كوم ميم كنا نستناو من قبليه بقبليه في جي اس كا ساعه جي امبريسيون بلي ما لقيتش روحك تماك ولا ما تاقلمتش مع ما والش مع الجو تاع جاب الضغط بزاف باسكو انا ثاني اللي سما غادي يكون لك الضغط ما على بالك اي سي فري ما تاقلمتش بصح كيما يقول لك كي تشوف فريق شبيبه القبائل ماشي غير انا بروبليم ما كاينش فيا ولا في اكس ولا ايكغيك بروبليم كان في ليكي فاهم هذا هو بصح الجو اللي راه الضغط انا تنتكلم خاصه لما واحد لاعب يروح يلعب في فريق وين كيما اتحاد العاصمه ولا مولوديه العاصمه ولا الفريق اللي تلعب الادوار الاولى عاده الضغط يكون انت ليك لابريسيون تلعب الضغط كاين في كرة القدم هذه هي كرة القدم كاين الضغط في كرة القدم الا قت تصبر للضغط الا توالف الضغط انا ما رحتش من شبيبة القبائل مش على جال الضغط ولا على جال لي سيبورتير كاين داخل صوالح ما نقدش نهضر هذا ما كان لازم قبليها عمو صار كلامسي وفي سطيف وون اسباس دو كيلكوز اور ديسيدي تلعب في اسباس فوالا يا خويا اش بغيت نقول لك لك سي فري كان عندي اتصالات من وفاق ستيف و الام سي يو مي كيما يقول لك مكتوب جيت هنا لزما جات هي تاليا وكانت شغل في السر ومكتوب جيت هنا واختارتها عن قناعة الحمد لله اسمح لي سي فري اكدي برنامج ياسكا لا ديفيرونس عند الشركه بيان سي نقولوا شرا بالقبضيه 800 مليون صح نشي 800 650 وسمحت في دوم مزيان في اسم عبد في الفلاطه كاين نتزاو كل شيء كونكيرونس وكاين صاحب الدير في الزون تعرف كل هاد الناس مسموع في كيف ولا في كاين تاع الجزائر باسكو تشوف هاد راح تكون شويه لا كونكيرونس ماكش خايف لا كونكيرونس هي اللي تزيد تحفزك باش تكون في المستوى ان شاء الله انا نزيد نخدم مدى بيان مد بليس ان شاء الله وانا جيت بوكو بليس ادروات وكما يحتاجوني اون بوينت ادروات اغوش انا هنا نلعب لوبجيكتيف تاعك مع لي سبور شاكر واش تبرومي دي لي سيبورتر تاع لي اخو ان شاء الله نكون في الخير على ليكيب ونقدم كاع شي عندي ان شاء الله